تحية متجددة لكل المشاهدين اللي التحقوا بنا الآن في برنامج الشروق مورنينج. إذا قلت لكم بعيدا عن مشاكل الجبهة الاجتماعية نروح إلى موضوع يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اللي تحولت من عوالم افتراضية إلى منصات حقيقية تؤخذ فيها القرارات الاقتصادية وحتى السياسية. أيضا الحديث حول المسابقات التي تشهدها مختلف الدول حول وسائل التواصل الاجتماعي، الحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة الإعلامي والناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي زبير فاضل. صباح الخير زبير وشكرا على قبول الدعوة. صباح الخير وأهلا بكل متتابعي برنامج شروق مورنينج. زبير فاضل، أنت من بين الإعلاميين الناشطين في الجزائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني عندك 40,000 في تويتر، 80,000 44,000 في تويتر، 75,000 في انستغرام، و10,000 في فيسبوك. مواقع أخرى. شريتهم هذو ولا درتهم؟ لا، مع أنه هناك خدمة شراء المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعتمد عليها بعض المؤسسات وبعض الشخصيات والمشاهير، لكن أنا الحمد لله بعرق تويتات وبعرق ما أكتبه وأدونه في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة. جميل زبير، روح المواقع التواصل الاجتماعي، يعني مثل ما يحدث في مختلف الدول العالمية وحتى الدول العربية، يعني الجزائر ما راهيش منعزلة. احنا اليوم نشوف في الجزائر انه فيه نشاط كبير لوسائل التواصل الاجتماعي وتحولت يعني من عوالم افتراضية الى منصات حقيقية توجه لها المؤسسات الاقتصادية، الاحزاب السياسية، الشخصيات، النجوم، الفنانين. يعني لو نحكيه على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر كيفاش تعطي حاليها. حتى ايضا لما تربط وبطريقه ذكيه انه من بعيدا عن الجبهه الاجتماعيه، لكن ايضا الجبهه الاجتماعيه متواجده في مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير من الاحتجاجات نراها بتغطيه عبر فيديوهات، عبر صور حصريه من طرف هؤلاء العمال او الموظفين الناشطين ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هي ضروره حتميه. انت تعلم اليوم محمد الفاتح انه 16 مليون جزائري متواجدون على شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك، تخطينا بأرقام كبيرة جدا جيراننا تونس والمغرب اللي تقدموا علينا في السنوات الماضية منذ سنتين. الآن نحن ضعف ما كنا عليه العام الماضي، نحن 16 مليون مشترك على الفيسبوك، نحن 6 ملايين على تويتر، ونحن حوالي 20 مليون على اليوتيوب لتفتح قنوات كثيرة. اليوم من غير الممكن أن تعيش في الجزائر أو في غير الجزائر بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، انك ستكون معزول تماما عما يحدث. لكن رغم هذا ما زال المسؤولين في الجزائر يشوفوا في الفيسبوك وفي اليوتيوب ولا في تويتر انها وسائل ترفيه اكثر منها وسائل عمليه. الى وقت ليس بالبعيد كان الامر كذلك، لكن اليوم نرى الوزير الاول لديه صفحه على الفيسبوك وعلى تويتر، وزراء لديهم كذلك على الفيسبوك وعلى تويتر. النظره بدات تتغير لانه لكل شيء حدين، لكل سلاح حدين. هناك عوامل إيجابية وهناك عوامل سلبية. إلى وقت ليس بالبعيد كانت سلبيات الفيسبوك من خلال الثورات العربية التي قامت، ما نقدرش نعتبرها سلبيات، ربما نعتبرها إيجابيات للبعض وسلبيات على أنظمة وعلى حكومات. بالتأكيد. وبالتالي اليوم لا مفر من مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق للأهداف، للسياسات، للخطابات، وحتى للنهوض بالاقتصاد ما دامت الجزائر على عتبة أزمة اقتصادية فعلية. زبير، لو نقارن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثلا في الميدل إيست في الشرق الأوسط مقارنة بالشمال إفريقيا خصوصا الجزائر، نشوفوا أنه فيه تفاوت حتى يعني في المستوى استعمال ولا مستوى المضمون المستعمل في شبكة التواصل الاجتماعي. لماذا يعني هذا الاختلاف؟ هي اليوم كما يتحدث الخبراء في مواقع التواصل الاجتماعي شبه خريطة. اليوم أنت ترى الفيسبوك هو رقم واحد في الجزائر، في المغرب، في تونس، لكن لا تراه رقم واحد في لبنان أو في سوريا أو في غيره. أنت ترى الإمارات ولا في السعودية. أنت ترى اليوم تويتر هو رقم واحد في دبي، في الإمارات، في السعودية، في الكويت. تراه هو رقم اثنين أو ثلاثة في الجزائر وفي المغرب وفي تونس. المسألة متفاوتة، لكن اليوم الاستعمال ضروري. الكل يحمل هاتفه النقال الذكي، لوحته الذكية أيضا. من غير المستحيل ألا تكون مرتبط بما يحدث حولك في العالم، بالتعرف على ما يحدث في الأصدقاء، من أصدقاء، من أخبار، وحتى ما يحدث من سياسات دول. خبر مثلا وفاة عميد أغنية المألوف ربي يرحمه شيخنا محمد الطاهر السرجاني، أغلبنا تعرف على الخبر من خلال صفحات فيسبوك، من خلال تغريدات على تويتر. الخبر يصلك بسرعة البرق لأنك ربما لست بالضرورة أمام مذياع، لست بالضرورة أيضا أمام التلفزيون حتى تعرف الأخبار.
مواقع التواصل الاجتماعي تقودك إلى الأخبار التي تقع في حينها. ونترحم أيضا على عميد أغنية المألوف طارق الفرجاني، نترحم عليه، ونتمنى أيضا أن يكون خير خلف لخير سلف، أنه أترك يعني حفيد وابنه ويلاه إن شاء الله. وحنا تكون عندنا وقفة عند وفاة عميد أغنية المألوف الشيخ محمد طاهر الفرجاني في العالم هذا الصباح. نعود نولي إلى المضمون زبير، ما تشوفش أنه الجزائريين يفضلوا الفيسبوك على تويتر؟ على في رأيك لماذا يعني الجزائريين يحبوا الفيسبوك أكثر من تويتر ولا أكثر من الانستغرام تحديدا؟ قولوا لماذا، لأنه ضغوطات الحياة تدفع بالجزائريين للتوجه إلى الفيسبوك. الفيسبوك اليوم فيه الفكاهة، فيه الضحك، فيه الكاريكاتير، صور الحياة التي نستقبلها يوميا، فيه أخبار، زحمة الطريق، يعني اهتمامات الجزائريين وحتى بحثهم عن الهروب عن انشغالات الحياة يجدونه في الفيسبوك. اليوم تعلم أنه طفل في عمره 6-7 سنوات بإمكانه أن يفتح حساب على الفيسبوك. وأنا يعني هنا نجيب دعابة فقط، شفت طفلين في عمره 8 و1 7 سنوات يتحدثوا، فحبيت نسمع واش عم يحكوا. قالوا فتحت فيسبوك، قالوا ما نقدرش، كي درت باش نحط قالوا لي راك صغير، انا لا دونيسونس تاعي ما يسمحليش. قالوا انت جاي يحكوا، نجي تكون راك درت لك في عمرك 16 سنه ولا 17 سنه سهله، يعني بدل لك تاريخ الميلاد. يعني باش تشوف وين وصلت الاطفال. يعني ما عدا يعني مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى كالانستغرام كتويتر وايضا سناب شات، نشوفوا ربما مستوى السن يرتفع، ولهذا فنسبه الشباب، نسبه مراهقين في الجزائر كبيره، وبالتالي في الفيسبوك اليوم بداوا يروحوا للانستغرام اكثر وسناب شات الجزائريين. اكيد سناب شات، انستغرام، تويتر، وحتى لينكدين وبيريسكوب ايضا. نعم زبير، احنا نشوفوا انه في المجتمعات ولا في الدول اللي اعتبرت وشافت انه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي عندها دور اكثر من دور وسائل الاعلام، تدير العديد من الملتقيات على غرار قمه المعرفه اللي منعقده في دبي، احنا الجزائر وين رانا من كل هذا الحدث، هذه الاحداث العالميه؟ الجزائر بالتاكيد لم تخطو خطوات هامه في هذا المجال، لانه 16 مليون نحن رقم واحد في المغرب العربي من حيث عدد مشتركي الفيسبوك، ضروره ان نتجه الى عقد قمم. ورغم ذلك ما عندناش مكتب فيسبوك في المغرب العربي. ما عندناش مكتب، لكن القادم ربما سيكون افضل، لانه ايضا هذه الاشياء لا تاتي فقط من هذا الشيء، لانه لازم يكون ايضا محيط، لازم تكون شركات متخصصه في تسيير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيير الاشهار في هذه المواقع، لانه فيسبوك اليوم مداخله بالملايير يوميا من حيث حجم الإيرادات في الإشهار وغيره في الدعاية. قلنا أيضا أن الجزائر متأخرة، لأنه لازم مبادرات من هذا الشيء، من هذا المجال. أنت قلت قمة المعرفة اللي اختتمت أمس في الإمارات في دبي، لكن بعد 13 و14 ستكون قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب اللي ستكون أيضا في دبي، وهو أول ورقم واحد قمة عربية تجمع كل الناشطين المدونين المؤثرين في السوشيال ميديا ومنصات كبيرة جدا، تعطي فرص للحكومات، للسياسيين، حتى ياخذوا من ويستنجوا من أفكار هؤلاء الناشطين ورواد التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم. نعم زبير، أيضا نشوف أنه وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شركات راهي تعمد إلى وضع ولا إنشاء مسابقات في السوشيال ميديا. مثلا إحنا في الجزائر عندنا أجيريا ويب أوردز اللي حتكون نهاية شهر ديسمبر، نشوف أنه شركة أبل أيضا نظمت مسابقة من هذا النوع، تويتر أيضا ينظم، فيسبوك ينظم أحسن الصفحات. في رأيك وشنا دي لا توندونس، يعني لماذا هذه الموضة على هذه المسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي ليست بالموضة بالتقريب، لكن كما قلت أنت محمد الفتح، أنه هو واقع، نحن نعيش. الهاتف اليوم صار هو شاشة التلفزيون، هو المذياع، هو الجريدة، هو كل شيء. بالتالي هل بإمكاننا أن نبتعد عن هذا الاقتصاد؟ لأنه هذا الهاتف اليوم يدير الملايير من المداخيل يوميا على شركات تهتم، هناك من يصنع كاتم الصوت، هناك من يصنع بطارية، هناك من يصنع كاميرا، هناك من يصنع كاميرا سيلفي. كل هذا الاقتصاد مبني على هذا الجهاز الصغير الذي يدفع بكل هؤلاء المهتمين أن يلتفوا حوله. اليوم بقت ألجيريا ويب أوردز أيضا جمعت كل المختصين، 1000 مشارك من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف المواقع المهتمة بتطوير المضمون الإعلامي والتكنولوجي في الجزائر، تطبيقات. هو اليوم فرصة قوية ورسالة قوية تعتمد عليها الشركات المهتمة بمواقع ودور وسائل التواصل الاجتماعي
التكنولوجيات الحديثة والستارت اب، انه هذا هو اقتصاد المنتج في الجزائر، وهذا هو المستقبل هذا يعني. هو المستقبل لا مفر، بتجربة مختصين بتجارب بلدان اخرى قفزت قفزة كبيرة في هذا المجال. نعم، في الختام زوبين نحكيو على المشاهير الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لو تقارن بالمشاهير العالميين ولا مشاهير العرب، كيفاش تشوف يعني الوزن الجزائريين ولا الستار الجزائريين في وسائل السوشيال ميديا؟ لدينا في الفيسبوك لدينا اعلاميين اكثر منهم وكتاب اكثر منهم، هم رقم واحد ايضا. عندك خديجه بن جنة، احلام مستغانمي، حفيظ دراجي، شاب خالد ايضا، شاب خالد، عندنا ايضا لطفي دوبلكانو، عندنا ايضا مغنيين اخرين. في الانستغرام ايضا لازلنا بعيدين ربما، انه رقم واحد هو هم ايضا مغنيين، لم نصل الى مليون مشترك في الجزائر ولا جزائري ولا جزائري. هناك سهيلة بلشة ب 800 او حوالي 900 الف مشترك، هناك ايضا مغنيين من ذا فايف اكس فاكتور حوالي 500 الى 600 الف، لم نصل بعد لانه نجوم ومشاهير العالم وصلت الى 70 مليون 80 مليون، في العرب هناك من ربع ملايين 5 ملايين، لازلنا بعيدين لانه هذه. وفي تويتر شكون محتل المرتبه الاولى؟ في الجزائر كنزه مرسلي، في الجزائر هي رقم واحد في تويتر، مبتعده عن كل حتى نجوم الكره ونجوم الفن ونجوم السياسه. ما بين السياسيين شكون اللي السياسيين مسيطر على الوزير الاول وبعض السياسيين في تويتر قليل، لكن في الفيسبوك هو الوزير الاول عبد الملك سلال، ورشيد نكاز قافز ايضا قفزه كبيره حتى هو نكز يعني في الفيسبوك. زبين تذكرت لي على ذكر سهيلة بلشهب وكنزة مرسلي، نشوفهم انهم هما ما كاش في الواقع لكن كاينين في العالم الافتراضي في السوشيال ميديا. في رايك هل اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صنعت نجوم على المواقع هذه؟ صنعت وستصنع نجوم في المستقبل القريب والبعيد، لانه اليوم انت لست موجودا في محرك البحث جوجل، لا يعرفك محرك البحث جوجل، لست متواجدا في اليوتيوب، لست متواجدا في انستغرام، لست متواجدا على الفيسبوك او تويتر، انت غير موجود. اليوم انا ابحث عن المشاهير وعن الاكل وعن كيف البس، الى من اذهب الطبيب اخصائي عبر جهاز الهاتف، انا ابحث عن كل شيء في محرك بحث في جهاز هاتف. ان انت غير موجود في الواقع الافتراضي، انا لا اعرفك اصلا حتى اتوجه الى منصه خطابك السياسي او منصه حفل فني ولا اروح لك في الواقع او يعني. في الواقع يعني العالم الافتراضي نقل كثيرين إلى النجومية في الواقع الحقيقي، وهذه تجربة كبيرة جدا لبودكاست في الجزائر، صاروا نجوم عبر مجرد كاميرا ترفعها هكذا وسجل بودكاست وتحطه في اليوتيوب وتولي أنت نجم وعندك معجبين، وبعدين تتهافت عليك الشركات من أجل الدعاية والإعلان والإشهار وتصير نجم في الواقع قبل أنك أيضا كنت في العالم الافتراضي. نعم، شكرا جزيلا للزبير فضل الإعلامي والنشيط عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كنت معنا الحديث حول دور وسائل التواصل الاجتماعي ونقل الحياة من العالم الافتراضي إلى منصات الواقع. إلى راح تروحوا فاصل نعملوا سيلفي أيضا بعد خلال فاصل وننشره أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم إن شاء الله، شكرا جزيلا للزبير. بعد الفاصل أيضا الموضوع حيكون عنده علاقة بشبكات التواصل الاجتماعي لكن مع منصة تواب لاسمها نوريا. هذه المنصة اللي طوروها شباب جزائريين ما تجاوش أعمارهم 20 سنة من ولاية المسيدة، حيكونوا حاضرين معنا بعد الفاصل، تابعونا.